الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة ال15 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح. بيقدر النادي الأهلي إنه يحقق السوبر للمرة ال15 بعد مباراة قوية. يصل الأهلي بهذا التتويج للقب رقم 15 من أصل 22 نسخة من البطولة بعد مباراة قوية ومباراة استمرت ل120 دقيقة انتهت بتعادل السلبي في وقتها الأصلي وفي الأشواط الإضافية. ولجأنا لضربات الترجيح اللي في النهاية رجحت كفة الأهلي على الزمالك. تفاصيل أكتر عن المباراة النهائية وعن تتويج الأهلي بالسوبر رقم 15 في تاريخه، يلا بينا نعرف التفاصيل. توج الأهلي بالسوبر رقم 15 بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بعد مباراة قوية بين الفرقتين، مباراة لم تشهد أي أهداف اللهم إلا هدف في الشوط الأول أحرزه الزمالك عن طريق سيف الجزيري، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل. ما شفناش أي أهداف من الفرقتين وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. بعد كده الأشواط الإضافية كانت برضو سلبية وروحنا لضربات الترجيح اللي في النهاية ابتسمت للأهلي على حساب الزمالك. على مدار المباراة في بعض الأوقات الأهلي كان بيبقى أفضل من الزمالك، وفي بعض الأوقات الأخرى الزمالك كان بيبقى ليه فرص ومحاولات على المرمى، ولكن الأهلي كان أخطر من الزمالك. عواد النهاردة من وجهة نظري هو رجل المباراة ونجم المباراة ما فيهاش كلام، تصدى لأكتر من كورة وأكتر من فرصة خطيرة. كان يعني الأهلي كان عنده فرصة أنه يحرز هدفين ثلاثة، ولكن تألق عواد وتألق حسام عبد المجيد النهاردة كانوا أحد أسباب أن الزمالك يخرج بشباك نظيفة في المباراة دي. الأهلي هجوميا كان أفضل من الزمالك في أغلبية المباراة، ولكن الزمالك كان منظم دفاعيا، كان متماسك، خطوط الزمالك كانت متقاربة. النهاردة معركة خط الوسط كانت يعني 50-50 ما بين الفرقتين. الأهلي زي ما قلت لك كان أخطر من الزمالك. لو بصيت على إحصائيات ال 120 دقيقة هتلاقي إن على مدار ال 120 دقيقة الزمالك سدد 10 تسديدات منهم 3 فقط على المرمى، الأهلي سدد 23 تسديدة منهم 4 على المرمى، الأهلي ليه تسديدات أكتر. الاستحواذ على مدار المباراة بقى ال 120 دقيقة كلها كان في صالح الأهلي 56% مقابل 44% الزمالك. في كورتين في القائم للأهلي، وعلى مدار المباراة 85 هجمة للأهلي في ال 120 دقيقة في المقابل 84 هجمة للزمالك في ال 120 دقيقة. الزمالك كان بيحاول على مرمى الأهلي ولكن ما كانتش فرص خطيرة. الأهلي عنده كورتين في القائم، الأهلي عنده أكتر من كرة خطيرة على مدار المباراة. 508 تمريرة منهم 448 تمريرة صحيحة للأهلي، 399 تمريرة للزمالك منهم 318 تمريرة صحيحة. عواد حرم الأهلي من كرات خطيرة، والأهلي بدأ برتم مرتفع حاول ياخد المبادرة الهجومية، لكن عواد تصدى لأكتر من هجمة محققة. وفي زي ما قلت لك كورتين في القائم. الزمالك في أول تلت ساعة كان مضغوط من الأهلي وما خدش راحته في التحضير. كولر كان ما بيكانش بيسيب الكرة لزيزو وناصر ماهر، كان بيضغط عليهم ضغط مبكر وضغط ضغط مميز في قلب الملعب على طرفين الزمالك. جوميز كان يعني حاسس ان في اول تلت ساعة الدنيا مش افضل حاجة، عمل تغييرة سريعا، طلع زياد كمال ونزل مشلاك، والزمالك ما وصلش بشكل قوي على دفاع الأهلي. ما كانش فيه حلول كتير للزمالك في الشوط الأول، والأهلي كان ليه تأثير أكبر وامتلك الاستحواذ وكان أفضل في استعادة الكرة في التلت الأخير وتلت التحضير من الزمالك. الشوط الأول الأهلي كان أفضل، كان عنده فرصة أنه يسجل، ولكن الزمالك من أنصاف الفرص كان بيحاول أنه يستغلها وأحرز هدف، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل في الشوط الأول. الشوط الثاني كان بنفس الشكل تقريبا، الأهلي حاول برضو على مرمى الزمالك
ولكن الزمالك كان دفاعيا متماسك. الشوط الثاني الاهلي بدنيا كان اقل شويه من الشوط الاول، والزمالك بدنيا كان افضل في الشوط الثاني بعد المجهود الكبير اللي عمله الاهلي في الشوط الاول، واداء لعيبه الاهلي من بعد مثلا الدقيقه 65 كان واضح عليهم الاجهاد. كمان اصابات كتير حصلت في الاهلي بينت ان المجهود البدني ده كان كبير في الشوط الاول. الاهلي ما قدرش يسجل في الشوط الاول، فبالتالي الشوط الثاني المجهود البدني اللي عمله لعيبه الاهلي اتاثروا بيه. مروان عطيه قبل بدايه الماتش في الاحماء كان يعني جاله شد وكان ممكن ما يبداش المباراه، ولكن تحامل على نفسه ولعب وقدم مباراه قويه. في مجمل المباراه الزمالك كان خطوطه متقاربه، دفاعيا كان مميز، تركيز كبير من عواد وحسام عبد المجيد. هجوميا ما كانش افضل حاجه، العكس في الاهلي، الاهلي هجوميا كان افضل، عنده خطوره على مرمى الزمالك، ولكن في النهايه ضربات الترجيح بتكون 50-50 حظوظ ملهاش علاقه بمين كان افضل في المباراه. الاهلي بدا ضربات الترجيح بشكل كويس، الزمالك اهدر حمزه المسلوسي، بعد كده تصدع عواد لكره رضا سليم ورحنا لضربه وضربه، الزمالك كان بيجيب والاهلي يجيب، الاهلي كان بادئ الاول فالاهلي كان بيسدد ويحرز والزمالك بعد كده يحرز، لحد ما الاهلي ضيع ضربه ترجيح، وكان كره شيكابالا هي كره الحسم ولكن اهدرها وكملنا ضربه وضربه، لحد ما في النهايه عمر جابر ضيع الضربه الاخيره وفاز الاهلي على الزمالك وحقق الاهلي السوبر رقم 15 في تاريخه على حساب نادي الزمالك. قفشه وعمرو السوليه بعد ما حققوا اللقب مع الاهلي كل لاعب فيهم بقى عنده 5 سوبر، عدلوا رقم شادي محمد ومحمد هاني وعلي معلول ومتعب واحمد السيد. قفشه والسوليه كل واحد فيهم النهارده وصل للقب رقم 5 وانجاز تاريخي ليهم مع النادي الاهلي. كمان محمد الشناوي على مستوى الارقام القياسيه الفرديه توج بالسوبر السادس ليه في مسيرته علشان يعادل رقم وائل جمعه وشريف اكرامي ب6 القاب، يعني بقى متساوي مع وائل جمعه وشريف اكرامي ب6 القاب. طبعا اكتر لاعب في تاريخ الاهلي حقق السوبر المصري هو حسام عاشور ب8 القاب، النهارده الشناوي بقى 6 القاب وتساوى مع وائل جمعه وشريف اكرامي. مارسيل كولر حقق البطوله رقم 10 مع الاهلي، حقق 2 كاس مصر و2 دوري و2 دوري ابطال افريقيا و4 سوبر مصري، كل دي انجازات لمارسيل كولر، النهارده حقق البطوله رقم 10 مع النادي الاهلي. مارسيل كولر عادل رقم مانويل جوزيه في قائمه اكثر المدربين تتويجا بالسوبر المصري ب4 القاب، جوزيه كان عنده 4 سوبر، كولر النهارده وصل للسوبر رقم 4 مع الاهلي علشان يعادل رقم مانويل جوزيه. كل دي ارقام وانجازات تم تحقيقها النهارده، الاهلي وصل للقب رقم 15 كاكثر الانديه تتويجا، مبروك للنادي الاهلي، هارد لك للزمالك، الزمالك قدم مباراه كبيره ومباراه مميزه، عواد افضل حارس في البطوله، زيزو افضل لاعب في البطوله، الزمالك قدم بطوله محترمه وقدموا النهارده مباراه قويه امام الاهلي، هارد لك للزمالك وجمهوره، ومليون مبروك للنادي الاهلي تحقيق السوبر رقم 15 في تاريخه. ده كان استعراضنا للمباراه النهائيه، المباراة اللي انتهت بتتويج الأهلي على حساب الزمالك بالسوبر المصري 2024. شكرا على حسن المتابعة، سلام.